هذا وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بمحطة تحيا مصر للأغراض متعددة بميناء الإسكندرية في ختام جولته داخل المحطة. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، واستمع لشرح تفصيلي عن تشغيل المحطة من داخل مبنى الإدارة والتحكم.